عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف الخامس، معكم الأستاذ منير. نحل معكم إن شاء الله كتاب الأكتيفيتي من الفصل الثاني بعنوان Are there any lentils؟ هل هناك أي عدس أو هل هناك عدس؟ تمام، الآن هي الوحدة العاشرة. تمام، الآن لاحظوا أن راح نكتب يا سم يا أني بالفراغات. تمام، هلا أني بنستخدمها للنفي وللسؤال، وسم للجملة المثبتة. تمام، الآن Is there any rice؟ هل هناك أي أرز؟ Yes there is، نعم هناك. There is some rice، هناك بعض الرز. تمام، but there isn't any flour، لكن ليس هناك أي طحين. إذا لأنه isn't نفي استخدمنا معها any. Are there any oranges؟ هل هناك أي برتقالات؟ تمام، أو هل هناك برتقالات إلى آخره. No there aren't، لا ليس هناك any oranges، ليس هناك أي برتقال. تمام، but there are some apples، ولكن هناك بعض التفاحات. complete، أكمل. الآن الفعل اللي بين أقواس بدنا نحطه بالمجرد، نخليه to buy to watch، نضيف كلمة to مع الفعل اللي بين أقواس. تمام، عشان يصير مصدر أو يصير فعل مجرد. mom's going to the market، يعني ماما بدها تروح على السوق. تمام، لشراء. تمام، لشراء بعض الفواكه. The boys are going to the stadium to watch a match. الأولاد رايحين على الاستاد. تمام، على المباراة يعني، ليشاهدوا المباراة. عائشة is going to the chemist to buy some medicine. إذا الفعل بين أقواس بدي أضيف له فقط كلمة to اللي هي هي. تمام، إذا to buy some medicine، لشراء بعض الأدوية. ليلى is going to the kitchen. ليلى رايحة على المطبخ. to make a cake، لعمل الكيك. تمام، او لتصنع الكيك او الجات. they are going to a restaurant، يعني هم رايحين الى مطعم. to have، اذا to have a lunch يعني لتناول وجبه الغداء. رقم 4 read and order. تمام، عندنا كلمات معدوده وكلمات غير معدوده. تمام، الان bananas مثلا تنتهي بس. تمام، معناته معدود. تمام، فراح نحطها تحت هذا الجدول، فراح نحكي there are some bananas، هناك بعض الموز. تمام، بريد خبز، خبز عندهم غير معدود. تمام، يعني ما بنستطيع انه نعده، فهو تحت there is some bread. الان كافي، كمان القهوه لا تعد لانه عباره عن حبيبات مطحونه، فانت ما راح تحكي حبه قهوه حبتين قهوه. تمام، فراح نضيفها تحت جدول الغير معدود، فراح نحكي there is some coffee. الان اكس تنتهي باس، فراح نحطها بجدول المعدود، فراح نحكي there are some eggs، هناك بعض البيض. تمام، figs التين، راح نحكي there are some figs. fruit there is some fruit، هناك بعض الفواكه. grapes عنب، there are some grapes. juice عصير، there is some juice، هناك بعض العصير. lamb، تمام، لحمة الخروف، there is some lamb، هناك بعض اللحمة. تمام، meat كمان اللحم بشكل عام سواء كانت خروف او غيره، فراح نحكي there is some meat. تمام، milk there is some milk، غير معدود. olives معدود اللي هو الزيتون. تمام، تستطيع انك تعدهم حبتين زيتون، ثلاث حبات، اعطيني ثلاث حبات، اعطيني اربع حبات الى اخره. there are some olives. nuts الجوز تستطيع انك تعده، there are some nuts. oranges برتقال تستطيع انك تعدها، حبه برتقال حبتين. there are some oranges. rice ما نستطيع نعده. تمام، والله انا ولني حبه رز، لا عباره عن كميه بتيجي مع بعض. تمام، فراح تحكي there is some rice، هناك بعض الرز. tomatoes طماطم، there are some tomatoes. vegetables there are some vegetables. water مع غير معدود، ما تستطيع تعد المي، there is some water. الان نروح على التمرين رقم 5. الان is there any sugar in the coffee؟ هل هناك أي قهوة، أي سكر في القهوة؟ تمام، الآن استخدمنا أول شيء is لأنه شجر غير معدود. تمام، وطالما أنه غير معدود فبده ياخذ مفرد، ياخذ الاس، وطالما أنه السؤال فراح ياخذ أني، ما راح ياخذ سم. طيب، yes there is some sugar in the coffee، نعم هناك بعض السكر في القهوة. تمام، إذا مع الجملة المثبتة بنستخدم سم، مع السؤال أو النفي بنستخدم أني. يلا نروح اللي بعده. الآن نطلع كلمة olives جمع، فراح تاخذ R ما راح تاخذ S. Are there
وطالما ان السؤال اني ولا سم، اني احسنتم، اني اوليفز ان ذا سالاد، هل هناك اي زيتون في السلطه؟ يس ذير ار، نعم هناك. هل الان بده يكمل الجمله؟ ذير ار سم اوليفز، هناك بعض الزيتون. تمام، الان فروت غير معدود، تمام، لانه ما بتنتهي بس، فراح نحكي is there some fruit on the table، هل هناك بعض الفواكه على الطاوله؟ yes there is، there is some fruit on the table. تمام، اذا yes there is، there is some fruit in the table. Are there any eggs in the box؟ هل هناك أي بيض في الصندوق؟ Yes, there are. There are some eggs. هناك بعض البيض. تمام؟ Are is there any butter؟ butter لأنه غير معدود، أخذت is. تمام؟ Is there any butter on the bread؟ حطينا any لأنه سؤال. Yes, there is. تمام؟ yes there is. طبعا بإمكانكم كمان إذا يعني ما فهمتوا عليه، يعني ما فهمتوا كيف تنكتب الكلمات، بإمكانكم تنزلوا التطبيق المعلم الإلكتروني محطوط الأجوبة فيه. تمام، بس تعديل سريع على هذا الجواب. Are there any olives in the salad؟ هل هناك أي زيتون في السلطة؟ yes there are. There are some tomatoes too. أنا نسيت أن هون في كلمة، تمام، ما قرأتها، يعني هناك بعض الطماطم أيضا. نتعرف على الفقرة صفحة 40. ماجدة went to the market on Monday with her mother to buy some flour, some butter, some nuts and some honey. إذا ماجدة راحت على السوق يوم الاثنين مع أمها عشان لشراء بعض الطحين، بعض الزبدة، بعض المكسرات وبعض العسل. Then she went home and made something delicious. بعدين هي ذهبت إلى البيت وعملت بعض الأشياء اللذيذة. What did she make؟ شو عملت؟ She made some baklava اللي هي البقلاوة. ماجدة put the baklava in the special box، حطت البقلاوة بصندوق خاص. It was a present for her grandfather. He likes baklava very much. كانت هدية لجدها وهو يحب البقلاوة. دير بالك على السكر يا حاج. On Friday يوم الجمعة ماجدة visited her grandfather. تمام، ماجدة زارت جدها. She gave him the box and he opened it. He was very happy. وأعطته الصندوق وفتحه كان مبسوط جدا. Thank you ماجدة، شكرا يا ماجدة. He said، هو قال، You are very kind. بقلاوة أو بقلاوة is my favorite sweet and this baklava is delicious. It is the best. إنه البقلاوة هي يعني حلوياتي المفضلة. تمام، والبقلاوة لذيذة delicious وهي الأفضل. تمام، Where did ماجدة go shopping؟ تمام، إذا وين راحت ماجدة للتسوق؟ She went to the market. تمام، She went to the market. What did she buy؟ شو اشترت؟ She bought. الآن لما أسأل الفعل بيرجع مجرد، تمام، وبضيف له did. What did she buy؟ شو هي اشترت؟ الآن بدي أصرف، لما بدي أجاوب بدي أصرف الفعل للتصريف الثاني. التصريف الثاني للفعل buy bought. تمام، تصريف غير منتظم. She bought، هي اشترت some flour, some butter, some nuts and some honey. اكتبهم هون. تمام، what did she make؟ شو عملت؟ she made something delicious. تمام، او she made some baklava. تمام، عملت بعض البقلاوة. تمام، اذا الجواب she made some baklava. اذا الفعل make تصريفه الثاني made. who was it for؟ لمن كان يعني البقلاوة هاي لمن كانت؟ تمام، اذا It was a present for her grandfather. يعني كانت هدية لجدها. تمام، Did he like it? Yes. بقلاوة is his، بدل ماي بحط his favorite sweet and this بقلاوة is delicious. تمام، أو ممكن خلاص Did he like it? Yes he liked it. تمام، بحط دي، بحط like دي عشان يصير ماضي و it. Yes he liked it. روح السؤال اللي بعده. Read and answer. What's your favorite cake? تمام. My favorite cake is. تمام. يعني ال. شو هي الكيك المفضلة تبعك؟ ممكن تحكي My favorite cake is orange cake. تمام. يعني كيكة البرتقال هي كيكتي المفضلة. تمام.
السؤال الثاني is there any honey in it؟ هل هناك أي عسل فيها؟ تمام؟ خلينا نكتب لكم أحسن. على السريع نفتح الوورد. عمك الوورد. إذا الجواب الثاني تمام؟ هل هناك أي عسل؟ Yes. There is some honey. تمام؟ لأنه الجواب مثبت. تمام؟ There is some honey in it. وهون بنحط بس فاصلة. تمام؟ وهون نقطة. تمام؟ الثالث Are there any nuts in it؟ هل هناك بعض المكسرات عليها؟ Yes. There are some nuts. لاحظوا هون there is some honey. هني العسل غير معدود فأخذ is. تمام؟ المكسرات معدود فأخذت are. تمام؟ there are some nuts in it. داخلها يعني. تمام؟ ممكن نحكي on it يعني عليها. Can you make it؟ هل تستطيع أنك تفعلها؟ Yes I can. أو No I can. حسب إذا أنت بتعرف ولا لا. Point and say. أشر وقل. تمام؟ الآن بدنا نشوف شو في هون. في عنا لبن وفي عنا كأنه هي لحمة وهي حليب وهي بيض وهون كأنه فواكه العنب صح؟ على ما أظن. طيب الآن there is some milk in the fridge. هناك بعض الحليب في الثلاجة. تمام؟ There isn't any butter. ليس هناك أي زبدة. يلا نشوف. طيب في تفاح؟ ما في تفاح. فراح أحكي There aren't any apples. تمام؟ There aren't any apples. ما في أي تفاح. كونه تفاح جمع فراح تأخذ R. There are. و R بدنا ننفيها لأنه ما في تفاح فبتصير aren't. There aren't any apples. تمام؟ في خبز؟ ما في خبز. There. طبعا خبز غير معدود. There isn't any bread. تمام؟ في زبدة حكينا ما في كاتبينها هم. طيب في بيض فراح نحكي there are. طبعا الإجز جمع. تمام؟ انتبهوا إجز. there are some eggs in the fridge. طيب في عنب there. نعم في عنب. there are some grapes in the fridge. تمام. في عنا meat كمان خلينا نكتبها. meat غير معدود فراح تاخذ is. there is some meat in the fridge. في بصل ولا ما في؟ على الغالب ما في لما بيكون برا البصل فراح نحكي احنا طبعا نطلع الصورة. الصورة ما فيها فراح تحكي there. البصل جمع جمع فراح تحكي there aren't any onions. تمام. in the fridge. في الثلاجة. طبعا هون بإمكانكم كمان تكملوا الجملة in the fridge والباقي حلوا لحالكم أو افتحوا المعلم الإلكتروني تجدوا الإجابة. المفروض أنكم الآن تحلوا لحالكم كممارسة. طيب نروح التمرين اللي بعده. هون listen. تمام. listen استماع. في عندنا هون complete. fridge yogurt eggs butter. تمام. لا شو بدك تعمل؟ تعمل ثلاث جمل على اللبن والبيض والزبده. تمام. فراح تحكي في لبن هون. نعم في لبن على ما نظن. ايوه فراح تحكي there is some yogurt in the fridge. في بيض. نعم في بيض. راح تحكي there are some eggs in the fridge. نفس الجمل اللي كتبناه. تمام. في زبده. في زبده. There is some butter in the fridge. تمام. ارجعوا هون حليناهم اغلبهم. The meal tastes delicious. الوجبة طعمها لذيذ. طيب read and order the pictures. اقرأ ورتب الصور. زياد what are you making Aunt ليلى؟ شو عم تعملي يا عمي ليلى؟ I'm making banana bread. عم بعمل banana bread اللي هي خبزة الموز. طبعا خبزة الموز احنا بنسميها البانكيك. تمام.
اي بسموها خبزة الموز. banana bread that sounds funny. هو ضحك، هذا يعني يبدو مضحكا. it's very nice. it's my favorite. please show us. تمام، اذا هي جميلة جدا او رائعة وهي المفضلة عندي. تمام، يعني هاي البانكيك المفضلة عندي. طبعا هو ضحك لما سمع كلمة خبزة الموز. تمام، please show us. ارجوك ورجينا. انت ليلى اوكي. first put some bananas in a bowl. يعني حط بعض الموز في الصحن. then mix them with the flour and sugar. بعدين اخلطهم مع الطحين والسكر. next add some butter and eggs and mix all the things together. بعدين حط بعض الزبدة والبيض واخلطهم مع بعض. do you like nuts؟ بتحب المكسرات؟ yes we do. زيادة بيحكي نعم بنحب، اكيد بنحب طبعا. good، جيد انت ليلى. add some nuts and mix again. حط بعض المكسرات وارجع اخلط كمان. finally put it in the cooker and bake it. بعدين حطها في الفرن اللي هو الكوكر and bake it وخبزها. it smells very good. ريحتها لذيذة، هي البانكيك لذيذة. it looks nice too. وتبدو جميلة ايضا ورائعة. it tastes delicious. تمام، وطعمها لذيذ. اذا الاجوبة C 1 A 2. تمام، حط عليها رقم 2 الترتيب. بعدين عندك يا طويل العمر 3 E. وين 3؟ عفوا، ايوه 3 E هون. تمام، الان دي 4، الان 5 B و 6 G و 7 F. تمام، الان we are going to make our lunch. يعني رايحين نعمل الغداء. first اول شيء mix the eggs and the milk in a bowl. اول شيء اخلط البيض مع الحليب في الصحن. تمام، then cook them. اطبخهم. next put some cheese in the sauce pan. تمام، حط بعض الجبنة في المقلاة. sauce pan مقلاة. finally serve on a plate. قدمها على طبق. 4 read and circle. cook او سيرف منسف on a big plate. يعني اطبخ المنسف على صحن كبير ولا قدم المنسف على صحن كبير. اذا سيرف. mix make the flour and sugar together. اعمل الطحين والسكر مع بعض ولا اخلطهم؟ اخلطهم. اذا بنحط دائرة على mix. make او put some sauce on the meat. تمام، حط بعض اللبن الصوص. طبعا الصوص اللي هو الصوص. تمام، لكن مع المنسف اجى اللبن. تمام، لانه هو الصوص الموجود هيك، يعني هم بيسموه on the meat على اللحمة. تمام، put أو make some herbs and spices in the sauce pan. تمام، حط ضع بعض الأعشاب والتوابل داخل المقلاة. make a delicious cake. تمام، اعمل أو اصنع كيكة لذيذة. my name is Nader. اسمي نادر. And I live on a farm in Jordan. وأنا بعيش في مزرعة في الأردن. My father and my uncle are farmers. إذا والدي وعمي مزارعين. I often help them in the holidays. دائما بساعدهم في العطلة أو العطل. We grow lentils. بنزرع عدس. Tomatoes and oranges. طماطم وبرتقال. We've got some goats and chickens too. وعندنا بعض المعازي والدجاج أيضا. We haven't got any flowers. ما عندنا أي ورد أو أي زهور. We sell vegetables. بنبيع خضروات، فروت، فواكه، ميت، لحمة and eggs at the market. وبيض في السوق. my mother makes yogurt too. وامي بتعمل اللبن ايضا. she uses بتعمل او بتستخدم the milk from the goats. الحليب من المعزة والمعازيم. I like yogurt. it is delicious. بحب اللبن، لذيذ جدا. طيب read and answer. where does Nader live? وين بعيش نادر؟ اذا he lives on a farm in Jordan. اذا الجواب he lives on a farm in Jordan. تمام، كاتبينها خلاص او نكتبها. يلا استاذ احمد. he lives on a farm in Jordan. طيب what is his father's job؟ شو مهنة والده؟ اذا he is a farmer. او خلينا نكتبها كاملة احسن. his father والده is a farmer. تمام، مزارع.
What vegetables do they grow? شو بيزرعوا؟ إذا الجواب بدل we بنحط they، تمام؟ بتصير they grow lentils, عدس, tomatoes and oranges. تمام؟ نعدل كلمة tomatoes، كتبناها خطأ. tomatoes، تمام؟ and oranges. طيب do they grow any fruit؟ هل هم بيزرعوا أي فواكه؟ خلينا نشوف، هم كانوا كاتبين شيء عن الفواكه. نعم، اللي هو الأورنج، تمام؟ yes they grow oranges، تمام؟ بيزرعوا البرتقال. what do they sell at the market؟ شو بيبيعوا بالماركت؟ إذا شو راح تكتب أنت؟ they بدل we راح نحط they بس، يلا اكتبها لحالك. they sell vegetables, fruit, meat and eggs at the market. What does Nader's mother make with the goat's milk? شو بتعمل أم نادر بحليب الماعز؟ إذا she uses the milk from the goats. إذا هي هذا الجواب بس. تستخدم الحليب من الماعز، تمام؟ أو تعمل منه، ممكن نحكي she makes yogurt، تمام؟ تعمل لبن. Complete. feels للشعور، looks للنظر، smells للروائح، sounds للأصوات، tastes للأذواق. an iris اللي هي وردة السوسنة، looks and smells beautiful، يعني تبدو وريحتها جميلة، تمام؟ a football match sounds noisy، إذا مباراة الكرة مزعجة وتبدو مزعجة وصوتها مزعج. a banana tastes delicious، يعني موزة طعمها لذيذ. It is snowy، تمام؟ It feels cold، يعني يشعر بالبرد، تمام؟ أو الموضوع بارد، تمام؟ Complete. I am going to show you how to make. طبعا هون مو مبين شو الجواب بيكون. دكتور سيب أظن من عندك، تمام؟ I am going to show you how to make اللي هي banana bread، تمام؟ راح نكتب banana bread، تمام؟ راح تبلش بالخطوات. first هي first thought. put some bananas in a bowl، تمام؟ then mix them with the flour and sugar، تمام؟ بعدين next أو then أو next مثل ما بدك، تمام؟ add some butter and eggs إلى آخره and mix all إلى آخره، تمام؟ بعدها راح تحكي next أو then add some nuts and mix again، تمام؟ و finally راح تحكي put it in some cooker and bake it، وارجع لأنه إحنا شرحناها، تمام؟ أو إذا في عندك شغلات تانية، تمام؟ طرق تانية مثلا كيكة البرتقال، كيكة التفاح، تعرف طرقها؟ ممكن تكتبها بدل كيكة الموزة أو خبزة الموزة اللي هي البانكيك. الوحدة 12. Why is Kareem excited? ليش كريم متحمس؟ Look, انظر، read، اقرأ، and match، وصف. She is going to make a cake. رايحة تعمل كيك. معي صورة؟ مع الصورة الرابعة، تمام؟ Majid is buying some flour because she is going to make a cake. يعني هي عم تشتري بعض الطحين عشان رايحة تعمل كيك. الآن نروح للثانية. He is going to... عفوا. كريم is excited because he is going to watch a football match. إذا هم حالينها تلقائي، تمام؟ إذا كريم مبسوط لأنه هو رايح يشوف مباراة كرة قدم. منى is laughing because، طبعا منى عم تضحك، because بسبب she is having fun with her friends، يعني عم تنكت مع أصدقاء أو مبسوطة، تمام؟ عم يفرفشوا مع بعض مع صديقاتها، تمام؟ إذا ثلاث، عيسى is going to the doctor's because، عيسى رايح على الدكتور because he's got a headache، لأنه راسه عم بوجعه. إذا ثلاثة مع سي. الآن هي حليناها. هدى is using the computer because، هدى عم تستخدم الكمبيوتر لأنه she's got a project for school، لأنه عندها مشروع في المدرسة. طيب look، read and write، انظر واقرأ واكتب واكتب أفهم. Why are Amal and Fatima wearing new clothes؟ ليش أمل وفطوم لابسين ملابس جديدة؟ Amal and Fatima are wearing new clothes because it's Eid، لابسين الملابس الجديدة لأنه عيد. Why is Siham going to the library؟ تمام، ليش سهام
رايحة على المكتبة. She likes reading عشان بتحب القراءة. إذا الجواب كامل سهام is going. طبعا سهام مفرد فراح تاخذ is والفعل going من نزومة المول. To the library كل الجملة من نزومة المول. تمام because لأنه she likes reading بننزل الجواب اللي موجود في الصندوق لأنها تحب القراءة. نروح اللي عمك اللي بعده. Why is حسين cold؟ ليش حسين بردان؟ تمام إذا الجواب لأنه هو مو لابس جاكيت. تمام إذا شو راح نحكي؟ حسين is cold because he isn't wearing بننزل الجواب مثل ما هو. تمام a jacket لأنه مو لابس جاكيت. a jacket. تمام اللي بعدها why are the babies noisy؟ ليش الأطفال مزعجين أو عم بيصدروا أصواتهم مبين إنهم عم بيبكوا كأن. تمام لأنهم جوعانين. تمام إذا the babies الأطفال شو راح ياخذوا؟ are noisy. تمام noisy صفة يعني مزعج مزعجين. are noisy because they are أو نكتبها بالاختصار they're hungry. تمام مثل ما هم كاتبين. إذا there اختصار they are. آخر واحدة why is dad going to see the dentist؟ ليش بابا رايح يشوف أو الوالد رايح يشوف طبيب الأسنان؟ لأنه he's got toothache لأنه عم بوجعه أسنانه. تمام إذا dad is going to see the dentist because بننزل الجملة بتبعي he's اللي هي هي موجودة هون. تمام أنا عم الجملة بكتبها من هون. He's got toothache. توتا توتا خصة الحدوتة. طيب نروح على الجواب. على السؤال رقم 3 read and complete. Honey is nice because it's sweet. إذا العسل رائع لأنه حلو. We wear sun hats in the summer because إحنا عم نلبس. قبعات شمسية في الصيف لأنه إذا بسبب it is hot. تمام راح أكتب كلمة it's بعدين راح أكتب كلمة hot. تمام it's hot. Elephants are heavy because إذا الفيلة ثقيلة are heavy بسبب تمام لأنه they are big. تمام they راح تأخذ are they are big راح تصير they are big. تمام because they are أول واحدة خلينا عشان ما تخربطوا. الجواب كان it's hot. اللي بعدها they are big. تمام we speak Arabic because احنا نتحدث العربية لأنه احنا من الأردن. we تاخد are تمام from Jordan. تمام طبعا أول حرف مو كابيتال لأنه لكن هون هو عم بيعمل لي تلقائي كابيتال لأنه عم بيعتبره أنه أول جملة لكن هون في نص الجملة. تمام we can learn fast because نستطيع أن نتعلم سريعا because we are young لأنه إحنا صغار. we are young. تمام نتعرف على السؤال رقم 4 our trip. إذا read answer كان يعني اقرأ وضع دائرة. our trip to the Shomari Nature Reserve. إذا رحلتنا إلى محمية طبيعية أو محمية الشومري الطبيعية. باي ركان ماضي اللي كاتب هذا المقال ركان ماضي. The Shomari Nature Reserve opened in 1975. إذن محمية الشومري طبيعية تم افتتاحها في عام 1975. It's near أزرق desert in the east of Jordan. إذن هي قريبة من صحراء الأزرق في شرق الأردن. My class visited the reserve last week. صفي زار المحمية الأسبوع الماضي. مستر قاضي أو قوادي works at the reserve يعني المستر قاضي الأستاذ أو السيد قاضي بيشتغل في المحمية. he was our guide for the day كان دليلنا لطول اليوم. he was very friendly كان ودودا. first أولا he showed us some pictures of the animals and he answered some questions. أول شيء ورجعنا
ورجانا بعض الصور of the animals الحيوانات and he answered وأجاب بعض الأسئلة. I asked him about the Arabian oryxes. سألت عن الغزال العربي تمام اللي هو المها. Arabian oryxes food تمام يعني عن طعام غزال المها. It's interesting because they eat plants and food they don't eat meat. هذا مثير لأنهم يأكلون النباتات والفواكه ولا يأكلون اللحوم. Then we went to see the animals. بعدين رحنا نشوف الحيوانات. We were careful because the animals don't like noisy children. تمام؟ كنا حذرين لأن الحيوانات ما بتحب الأطفال المزعجين. The oryxes were white and they were beautiful. I took some photos. إذن الأوركسز اللي هو حيوان النهر والغزال العربي كانوا بيض. تمام؟ كانوا حلوين كثير. I took some photos. يعني أخذت بعض الصور. Next we had a picnic and we played in the play. Ground. تمام بعدين حفلة غداء أو حفلة طعام أو حفلة مشاوي تمام يسموها البيكنيك. We had a picnic يعني وجبة. And we played in the playground ولعبنا في ساحة اللعب. It was good fun. Finally we went home. It was a great day. تمام بعدين كان was good fun يعني كان ممتعا. وأخيرا ذهبنا إلى البيت وكان يوما جميلا. The reserve opened more than 30 years ago. تمام؟ بحكي لك إنه المحمية تم افتتاحها أكثر من 30 سنة. يعني صلها أكثر من 30 سنة مفتتحة. إذا خلينا نتأكد. إذا هي 1975. إحنا الآن 2020. راح يكون الجواب بناء على طبعة الكتاب أتوقع راح يكون صحيح تمام. إنه هي افتتحت 1975 وصلها 30 سنة تحكينا من 80 90 100 يعني تقريبا الآن بدك تحكي صلها 45 سنة. طيب على أي حال ركان went to the reserve last week تمام. ركان راح إلى المحمية الأسبوع الماضي. Yes إذا الجواب yes. Mr. قاضي is Rakan's teacher تمام. بحكي لك Mr. قاضي is Rakan's teacher يعني المستر قاضي هو معلم ركان. الجواب no. طبعا شو الجواب الصحيح؟ الجواب he was our guide for the day كان هو دليلنا. Oryxes eat meat. No. شو بيأكلوا? They eat plants and food. ما بيأكلوا لحمة. Rakan and his friends were noisy. تمام? Rakan وأصدقاء كانوا مزعجين. No. They were quiet. طيب. They ate some food at the reserve. تمام? أكلوا بعض الطعام في المحمية. Yes. لأنه حكى we had a picnic. وهي نفس الشيء. إذا الجواب yes. Where does Mr. Qadi work? وين بيشتغل مستر قاضي؟ He works at Chonery Nature Reserve. What did he show the children? شو ورجى الأطفال؟ He showed بدل أس بحط ذم كلمة ذم تمام؟ كالآتي ذم تمام؟ He showed ذم تمام؟ He showed them some pictures of the animals and he answered some questions. طيب what did Rakan ask about? شو سأل ركان؟ ركان بدل I بحط he. He asked him about the Arabian oryxes food. تمام؟ Why were the children careful? ليش كانوا الأطفال حذرين؟ تمام؟ Because the animals don't like noisy children. ما بيحبوا إزعاج الأطفال. أو الأطفال مزعجين. What color were the oryxes at the reserve? شو الألوان اللي كانت؟ ألوان الغزلان اللي كانت بالمحمية. The oryxes were white and they were beautiful. تمام؟ كانت لونها أبيض. بدك تكتب جمل. I like school because أنا بحب المدرسة لأنه the lessons are interesting. الدروس ممتعة. I see my friends every day لأني بشوف أصدقائي كل يوم. The teachers are nice يعني المعلمين رائعين. وهون بدك تكتب جمل. My favorite food is مثلا طعامي المفضل is مجدرة because it's delicious تمام لأنها لذيذة. It's healthy لأنها صحية. It tastes good لأنها طعمها
رائع. It's sweet لأنه حلو. مثلا my favorite food is apple cake، كيكة التفاح، because it's sweet لأنها حلوة.